مساء الرضا، كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير، ان شاء الله من العايدين الفايزين يا رب، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. اليوم معي لكم وصفة وهي شوكولاتة. ان شاء الله بنبدأ بالمقادير، طريقة التحضير. حاجة حلوة، شي كده يطلع من البيت، وشوكولاتة كده ان شاء الله تجربوها، جدا سهلة وسريعة. يعني اللي مستعجل، خلصت عليكم الشوكولاتة، قلكم ضيوف معكم، يعني شوكولاتة كمية كبيرة، حلو انكم تنوعوا فيها. خلينا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير مع بعض. طيب، زي ما تشوفوا هنا عندي شوكولاتة عادية. يفضل انكم تاخذوا شوكولاتة ما تدوبش، مش زي جلاكسي وكده، لا، شوكولاتة تكون ماسكة. بآخر الفيديو بعمل لكم صورة نوع الشوكولاتة اللي استخدمته. حاولوا انكم تكسروها عشان يسهل بالتدويب، تمام. وعندي هنا كورن فليكس. الكورن فليكس تقدروا يعني زي ما تحبوا تقدروا تستغنوا عنه. وعندي هنا ملعقة طحينة، ملعقة كبيرة طحينة، وملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني البينا باتر. وكمان عندي هنا زي ما تشوفوا، عندي هنا ألوان وإضاءات للحلويات والكيك والشوكولاتات. هذه تلاقوها في المخابز اللي تبيع مستلزمات الكيك. وهنا عندي قوالب الشوكولاتة زي ما تحبوا، الأشكال اللي تحبوها تكون سيليكون. خلينا احنا نبدأ بطريقة التحضير مع بعض. طيب، راح اكلمكم على الشوكولاته. الشوكولاته انا اخذتها فيها بندق، فيها مكسرات، تكون ممكن انتم تستخدموا ساده. وكمان البينا باتر زبده الفول السوداني تقدروا تستغنوا عنه. وكمان فيه خشنه وفي ناعمه، اذا عندكم الخشنه استخدموها. احس الخشنه تعطي قرشه كده حلوه، يعني قرمشه في الشوكولاته. انا ما عنديش الخشنه فبستخدم الناعمه عادي. وكمان تقدروا تستخدموا في انواع الكورن فليكس، في انواع تقدروا تستخدموا اللي مثل الرايز وكذا عادي. بس خلينا نبدأ بالتحضير مع بعض. بدوب الشوكولاتة بحمام مائي. زي ما تشوفوا عندي هنا ماء مغلية، شوفوا ماء حار يكون تحتها، وهنا بولة الشوكولاتة، يعني عملها حمام مائي إلين تدوب، تمام. ويفضل انه يكون عندكم ميزان حرارة، يعني تقوسوا فيها حرارة يعني ميزان يكون حرارة تقوسوا فيها درجة حرارة الشوكولاتة لفين وصلت. الآن لسه 31. إذا ما في بروكم في طريقة ثانية، يعني يفضل دون اللي يحبوا، يعني اللي يحبوا الشوكولاتة بيهتموا انه يكون معهم ميزان حراري للشوكولاتة عشان تطلع مضبوطة. خلاص اخليها الين تدوب. طيب، زي ما تشوفوا هنا دابت عندي الشوكولاتة. راح اضيف الطحينة، اضيف الطحينة. طبعا اضافة الطحينة، زبدة الفول السوداني حسب الطعم، ممكن انتم تزودوا براحتكم. اضيف البينا باتر زبدة الفول السوداني، قلت لكم لو في خشنة يكون احسن. خليها تدوب مع بعض. اخر شيء اضيف الكورن فليكس. طبعا شيء سهل، اظن الكل يمكن عارف الطريقة كده، بس حلو واحد يعني يعمل حلقوي يعني شوكولاتة وتكون في البيت. صراحة تقدم حاجة من التغيير يعني. وغير كده ممكن اذا معاكم قطر النعناع، انواع قطر ممكن تضيفوه، اخر شيء تضيفوه. ممكن تنكهوا الشوكولاتة فانيليا، تضيفوا نكهات ورد، النكهات اللي تحبوها. بس يدوب الفول السوداني والطحينة تقنصوا مع بعض. طيب، زي ما تشوفوا خلاص دابت الطحينة، داب كل شيء. الحين راح اضيف الكورن فليكس، بس حاولوا انكم تكسروا كده شوية، تكسروا يعني ما تحطونوش كامل، حاولوا كده ضغط في اليد يتكسر شوية، وزي ما تحبوا الكمية، زي ما تحبوا يعني قرش تقرشوا ومقروش تخلوه. صراحة اللي يعمل الشوكولات يبدع فيه. طبعا تقدروا تبدعوا أنواع الشوكولاتة، تتميزوا بنوع الشوكولاتة تبعكم، يعني الشوكولاتة الصراحة بحر. وغير كده انتبهوا إذا جاء عليه ماء خلاص انعدم الشوكولاتة، خلاص بترموها لأنها بتصير مثل العجين، فلازم تنتبهوا عشان هذه الحاجة الشيء. خلاص الحين راح أخليه، لازم أشيله على النار
واخليه يبرد. لا طيب الان نيجي للعب زي ما نقول. الان هو لازم قبل ما تحطوه في القوالب، طبعا تختاروا القوالب اللي تحبوا، اشكال وانواع في الاسواق هذا السيليكون متوفرة اشكال وانواع. طبعا انا بسوي القلب والاصداف، يمكن الورود اذا يعني انا سويت كمية شوية، تقريبا 12 حبة شوكولاتة هصور لكم يعني. شوفوا كمان في هذا اللي شكل الملاعق وكذا، يعني صراحة حاجة حلوة، ارسل لكم الصور كيف تقدروا تستخدموه. عندكم البولات، يعني صراحة القوالب اشكال وانواع فيها. فخلينا احنا لازم قلت لكم الشوكولاتة لازم تبرد، يعني تصير درجة حرارة معينة. اذا ضفت الشوكولاتة وهي حارة اول شي بتطلع شاحبة، اللمعة الشوكولاتة بتروح وممكن تتكسر لما اجي اطلعي، بس لازم اجلس اقلبه الين شوية تبرد. اذا في مقياس حراري، الميزان الحراري يفضل انها توصل الى 30. قلت لكم اذا معكم ميزان حراري يفضل انها توصل ل 28 27، وخلص ونبدا نحطه في القوالب. لكن قلت لكم اذا اعلى من كذا، اذا اعلى من 30 يعني او حتى 29، الشوكولاته نفسها تطلع شاحبه كذا، يعني زي مثل الناشفه كذا. لكن لمعتها تحتفظ من لمعتها لما تبرد شوية. مرات انتم تشوفوا اللي يعملوا الشوكولاتة يحطوها اول ما تذوب يرجعوها على الرخامة ويبدأوا يقلبوها في الرخام، يبردوها شوية عشان يحطوها في القالب ما تفقدش خواص الشوكولاتة، اللمعة، حتى مرات الطعم كده تحسوه ينشف كده يصير ناشف. فانا مستنية الين تطلع الى 28 او 29 وابدأ احطها في القوالب. تمام. طيب زي ما تشوفوا خلاص انا عندي الان الشوكولاتة بلدت، يعني جلست اقلبها الين حسيت اني خلاص صارت باردة بس مكانها سايلة ما جمدت. فحاولوا انكم تخلوها تبرد شوية، قلت لكم عشان ما تفقدوش القوام تبع الشوكولاتة، ما تحطوهاش وهي سخنة يعني وهي حارة. الحين راح اضيفه، راح اخليها في القوالب، بس اغير الملعقة. يعني طعم الصراحة ما شاء الله روعة روعة. وراح أصبه على القوالب. تاخذوا من أجمل الشوكولاتة حتذوقوها، يعني اللي يحب البنبت. طيب زي ما تشوفوا خلاص انا عبيتها في قالب خلاص. شوفوا حاولوا انكم تخبطوها كده عشان تتوزع مظبوط زي كده. خلاص وادخلها بالفريزر الين تجمد يعني، وبعدين اراويكم طريقة التقديم. طبعا هي انا استخدمت 10 حبات شوكولاتة بصور لكم اياها، جابت لي يعني واحد كامل عبت لي اياه، والثاني عبت لي اياه بقى منه 3 4 حبات، يعني كمية بسيطة عطتني. فانتم تقدروا يعني تعملوا الكرتون كامل، بس انا اخذت 10 او 9 حبات فقط. خلاص اراويكم بعدين تضربين في طريقة التقليم، ادخلي بالفريزر بس يعني تتماسك وهي بسرعة تجمد. تمام. طبعا خلاص عندي الشوكولاتة خلاص بردت، بس اراويكم الاضاءات اللي راح استخدمها. هذه اضاءات خاصة في الاكل زي ما تشوفوا، اذا تشوفوا انا عندي يدي كيف خاصة بالأكل. هذا البرونز، هذا لمعة فضية، إن شاء الله يكون باين لكم لمعة فضي، وهذا اللمعة الذهبي. هذا خاص في الأكل، في الكيك، في الحلويات، خاصة للأكل. وهذه اللمعة كاملة، يعني إن شاء الله يكون مبين. راح أستخدمه في تزيين الشوكولاتة. راح أجيب كمان عندي هنا أشياء تبع الشوكولاتة، يمكن تغليفات تبع الشوكولاتة، أشياء بحط الشوكولاتة في ممكن قوالب زي كده. كمان عندي أغلفة تبع الشوكولات يغلفوا فيها الشوكولاتة زي كده أغلفة. طيب زي ما تشوفوا أنا طلعت الشوكولاتة، الحين راح أنزلها أفتحها من القوالب، راح أشيلها من القوالب. أبدأ بهذه، شوفوا ما شاء الله الشوكولاتة كيف، هشيلها من القوالب. بس انتبهوا حاولوا انكم تشتغلوا في مكان بارد
وتشيلوه يعني في مكان بارد ما تكون، بس شوفوا ما شاء الله لمعت الشوكولاتة كيف، هذا اللي أقصد عليه. راح أنزل الشوكولاتة من القوالب وأرجع لكم. طيب خلاص شلت الشوكولاتة من القوالب، الآن راح أبدأ أزين الشوكولاتة. راح أخذ من هذا الورق، إشي بعمله ورق وإشي بغلفه، شوفوا. وراح أبدأ ألون الشوكولاتة إذا أنتم شايفين. راح أخذ من اللون هذا أسوي كده، شوفوا كيف. مثلا راح أخذ مثلا لمعة الذهبية كده، ما شاء الله مرة حلوة، يعني قلب راح النصف راح ألونه بهذا الشكل، والنصف الثاني راح أخليه مثلا الصدفة، أخذ واحدة وأعمل الصدفة. مثلا راح أخذ من الذهبية، شوفوا كيف الصدفة خليته. هعمل واحدة ثانية مثلا صدفة، وراح أعمل له إضاءة، شوفوا كيف، شوفوا مرة حلوة صح؟ حاجة حلوة وفخمة، شوفوا كيف. أنتم حرير يعني أفكار للتزيين زي ما تحبون. أنا أقلب أعمل له اللمعة، شوفوا كيف مرة حلو، شوفوا. راح أكمل التزيين، وكمان في طريقة إني أعمل أستخدم ورق قصدي الورق الشوكولاتة هذا. طيب راح أخذ من ورق هذا الورق تبع الحلويات تبع الشوكولاتة مثلا، راح أخذ واحدة وأغلف مثلا الشوكولاتة، أحط الشوكولاتة وأبدأ أغلفها، أغلف الشوكولاتة زي كذا، يعني طبعا بطريقة تغليف الشوكولاتة، بس أني غلفته بالشكل ده مثلا. وراح أعمل أضيف لي من دي الاستيكرات، شوفوا الاستيكرات، طيب راح أخذ من هذا الاستيكر، طبعا هذا استيكر عادي، استيكر لصق يعني. مش راضي يلصق والله، وراح أضيفه هنا يعني كديزاين، شوفوا كيف كده، لولا تعملوا يمكن التركواز يعني اللي زي ما تحبوا، أنا اخترت اللول، شوفوا ممكن، شوفوا كيف مرة حلو، شوفوا كيف، شوفوا كيف شوكولاتات جدا جميلة. طب طبعا غلفوها احسن مني، بس هذا اللي طلع معايا الان عشان خايفة الشوكولاتة تدوب، يعني هي الاوريدي اني ماسكة نفسها. خلاص راح اكمل التزيين وارويكم بعدين كيف، تمام. طيب زي ما تشوفوا هذه شوكولاتتنا، ما شاء الله شوفوا زي كيف روعة، شايفين كيف. خلاص نقدمها ممكن للضيوف، يعني أحد جاء عندكم وهنا وعافية. هذه غلفته زي كده، ممكن أنتم التغليف يعني يكون أحسن من كده تغلفونه، بس هذا اللي طلع معايا. وبس هذه الأصداف وهذا الخلب، وتحتفظوا فيها في علبة بالفريزر وقت ما حد يجي يطلعونا يعني عادي، بس احتفظوا في أفضل شيء بالفريزر يعني. بس وهذا هي شوكولاتتنا، شايفين زي كيف، باين لكم كيف زي كذا روعة. وهنا وعافية. طيب راح أدوق معاكم
راح اخذ هذه ولا هذه؟ راح اخذ هذه. بسم الله حدوقع. بسم الله. طعم محتاج فنجان قهوة. روعة روعة، لازم تجربوها. ونشوفكم إن شاء الله بخير، وملتقانا بعد العيد إن شاء الله.